السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه احلى جمهور في الدنيا؟ النهاردة يا جماعة جايلكم فيديو جديد خالص. النهاردة هنعمل كيكة هشة وطرية وان شاء الله تعجبكم. النهاردة يا جماعة انا جبت معاكم اهو ده المكونات بتاعت الكيكة. كوباية ونص سكر، وده نص كوباية زيت، وده بيكنج باودر انا هحطه هنا على الدقيق، وده فانيليا، ده فانيليا بالسكر، وده فانيليا بالبرتقال. فانيليا البرتقال دي حلوة قوي، والكيس منها عامل 3 جنيه. ودي 3 بيضات، اهي 3 بيضات بيض ابيض، ودي كوباية لبن، وده طبعا الدقيق بتاعنا. وده انا بحب احط بحب احط يا جماعة في العجانة شوية برضو فروتي، بيعمل ريحة حلوة قوي وبيديها اللون اللي هو ايه الاصفر، بتبقى جميلة جدا. ده طبعا الخل، ده انا احط منه نطرة خل، لان ده خل يا جماعة ده سر اللي بيخلي الكيكة هشة وطرية. ماشي، يلا بينا. معانا دلوقتي بقى يا جماعه اول حاجه هنحطها كوبايه اللبن بتاعتنا اهي، دي اول حاجه هنحطها في المضرب بتاعنا، وهنحط ال3 بيضات. دي اول بيضه، تاني بيضه اهي، البيضة التالتة، ونحط الايه كوباية ونص سكر، ونحط الزيت، هحط معاكم ركن فانيليا اهو، دي فانيليا بالسكر، ودي فانيليا بالبرتقال، حته حلوه قوي، شايفين حتى لونها بيخلي لون الكيكه صفرة وحلوه. وطبعا ده الفروتي البرتقال اهو، حطه برضو. اما البيكنج باودر هنحطه مع الدقيق، هنبقى نخلطه مع بعض. يلا عشان نشغل المضرب. دلوقتي حطينا المكونات كلها في الخلاط، في المضرب قصدي، والمضرب ايه بيخلطوا مع بعض اهو. دلوقتي يا جماعه فتحت كيس البيكنج باودر اهو، حطيته هنا مع الدقيق. الدقيق يا جماعه 2 كوباية دقيق، بس اقول لكم ان ده 2 كوباية دقيق وكيس بيكنج باودر اهو، انا هخلطه مع الدقيق اهو، ده دقيق فاخر اهو يا جماعه. عقبال لما الخليط بتاعي يبقى يتجانس مع بعض نحطه ايه الدقيق بتاعنا والبيكنج باودر. يبقى انا كده حطيت، يبقى انا كده يا جماعه الكيكه 2 كوباية لبن و2 كوباية دقيق وبيكنج باودر والفانيليا بتاعتنا ونص كوبايه زيت من الجيف طبعا، وثلاث بيضات. ودلوقتي طبعا يا جماعه هو في الخليط كده، احط معاكم طبعا الخل اللي قلتلكوا عليه اهي، نقطه خل يا جماعه، ده اللي بيخلي الكيكه هشه وطريه. وحطيت طبعا الفروتي البرتقال اهي، وكوبايه نص سكر. انا شايفه دلوقتي ان هي اتخلطت ليا، بس البرتقال كمان طلع. دلوقتي انا هقفل معاكم
هحط المضرب بتاع الدقيق عشان نخلطهم مع بعض. دلوقتي هنحطه مع بعض. انا قلت لكم هحط نضره الخل دي، بجد بتخلي الكيكه هشه وطريه وحلوه. دي طبعا دي كوبايتين دقيق ماشي، ومعاه البيكنج باودر، بيكنج باودر اللي هو بتاع الكيك مخصص للكيك يعني مش شيف كيك. اهو احطه كله في الخليط اهو. اشغل عليه المضرب اهو، واسيبه بقى يا جماعه في المضرب يتجانس الخليط مع الدقيق. اهي جيت اما احضر طبعا الصينيه بتاعتي عشان نحطها في البوتاجاز. انا دلوقتي هولع على البوتاجاز اهو، هقوم كده تاني يتجانس اهو. هحط طبعا عليه يا جماعه. انا ولعت على النار البوتاجاز اهو وانا معاكم، بحيث ان هي البوتاجاز تبقى سخنه عشان طبعا اعرف احط الكيكه بتاعتي. شايفين يا جماعه حاولت تتجانس اهي، انا بحاول بقى اخلطها مع بعض اهو. هحاول انزل الزيادات من الجناب اهي، الدقيق من الجناب في الزيادات اهي. اهي كده، هو دلوقتي الخليط اللي احنا عملناه اندمج اهو مع الدقيق شايفين. وهنحضر دلوقتي الصينية بتاعتنا عشان نحط طبعا مكون الكيك في الصينية بتاعتنا ونحطها في الفرن. دي بقى يا جماعة الصينية بتاعتي اهي، انا حضرتها، حطيت طبعا الزيت تحت وفوقها دي اهو، وده الخليط بتاعنا بتاع الكيكة اهو، اندمج كله مع بعض اهو. شايفين بقى يا جماعه لونها اهي، لونها اصفر وجميل من اللي تركوا الفانيليا بالبرتقال، حلوه قوي والريحه جميله. وحطيت طبعا اللي هو الفروتي البرتقال برضو، عمل لها لون اهي. انا بحاول بقى انزل الخليط كله في الصينيه بتاعتي، وانا طبعا مولعه دلوقتي الفرن عشان نحطها فيها على طول، واسيبها تلت ساعة كده ربع ساعة، مش هتطول يعني. هي يا جماعة ده الفرن بتاعنا اهو، حطيتها هي واقفل عليها اهي، واسيبها قلتلكوا تلت ساعة ربع ساعة نشوفوها. ودلوقتي بقى يا جماعه الكيكه بتاعتنا استوت اهي، وانا طلعتها كمان من البوتاجاز، فرن البوتاجاز اهي شايفينها، وهنحطها دلوقتي في الصينيه عشان نقطعها مع بعض. ودلوقتي يا جماعه اهي دي الكيكه بتاعتنا بعد ما طلعت اهي وجهزت، طلعت من النار. شايفين بقى يا جماعه هي صفرة وحلوه ازاي وهشه اهي، شايفينها هشه وطريه ازاي. طبعا السر طبعا في الخل، نقطه الخل اهي. وايه بقى في التعليقات ايه رايكم، ورايكم في الكيكه بتاعتنا. ومع السلامه، اشوفكم يا جماعه فيديو جديد.